السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انا في كل بدايه فيديو لازم عليا ان انا اشكر كل واحد فيكم كتب لي كلمه حلوه في تعليق او عمل لايك على فيديو او شاف لي فيديو. دايما واقفين في ظهري ودايما سند ليا ودايما بتدعموني ودايما بتخلوني بجد عاجز عن الشكر. بجد يا جماعه انا مش لاقي اي كلام اقوله اوصف بيه سعادتي ومدى فخري ومدى اعتزازي بكلامكم اللي بيجيلي في التعليقات. بجد بتخلوني احسن بني ادم في الدنيا، بتخلوني حاجه كبيره جدا، وانا بجد ممتن لكل واحد فيكم، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم واقدم كل حاجه تنال رضاكم. الحقيقه يا جماعه ان الجزائر مهما نقعد نتكلم عنها مش هيكفينا كلام، ومهما نقعد نحكي عن طريقها العظيم مش هنوفيها حقها. البلد دي يا جماعه بلد جميله جدا وبلد رائعه جدا وبلد عظيمه جدا، مش بكلامي او بكلام غيري، التاريخ بيقول كده والحاضر بيقول كده وان شاء الله المستقبل هيقول كده، وهيثبت كل كلامنا ان دايما بنتكلموا عن بلد عظيمه زي بلد الجزائر. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني. الخلاف على التراث بين المغرب والجزائر يبدو أنه لن ينتهي قريبا، فبعد الزليج وهو فن عريق من بلاط على شكل فسيفسائي، اشتعل نقاش جديد حول لباس الحايك وإذا ما كان جزائريا أم مغربية، وذلك إثر خروج مسيرة نسائية باللباس التراثي في طنجة المغربية. المسيرة النسوية خرجت بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم، ونظمتها الجمعيات والسلطات المحلية بطنجة. تضمنت جولة استعراضية جابت شوارع وأزقة المدينة بلباس الحايك التراثي الأبيض الذي يغطي المرأة من الرأس حتى القدمين، بالإضافة إلى برقع صغير يغطي الوجه ما عدا العينين. وفقا للصحف المغربية فإن هذا الرداء يميز المغرب وخاصة مدينة طنجة، ولكن الجزائريين كان لهم رأي آخر. بحسب الكتاب الجزائريين فإن خلال فترة الاحتلال الفرنسي استخدمته المقاومة لإخفاء الأسلحة. بالنسبة للمغاربة يعتبرون الحايك جزء من تراثهم أو يعتبرونه جزءا من تراثهم، خاصة في مدينة وجدة التي خرجت منها عدة مسيرات سابقا بالحايك الأبيض، ويرون أنه رمز من رموز المقاومة وقت الاحتلال حيث كان يتخفى رجال المقاومة بارتدائه. ما اتفق عليه الكتاب الجزائريون والمغاربة أن الحايك أتى إلى المنطقة بخروج الأندلسيين بعد سقوط غرناطة أواخر القرن الخامس عشر، حينها استقروا في مناطق متفرقة في دول المغرب العربي. لكن الخلاف حول تلك المناطق، فالجزائريون يقولون أن الحايك الأبيض جزائري، وأن الأندلسيين استقروا في مناطق عدة بالجزائر، وأن الحايك الأبيض هو السبب وراء تسمية الجزائر البيضاء منذ عهد الدولة العثمانية. على ما يبدو أن الجدل يصعب حسمه بحسب محررة الموضة ومنسقة المظهر اللبنانية سارة مرتضى. هيك هو ثوب تراثي عاصر المرأة من زمن كتير طويل ومشي معها على مر السنين، وهو انتشر بشكل كتير كبير بالمغرب العربي خصوصا بالجزائر والمغرب، حتى بقى دارج لايامنا هيدي، بس ما بيبتدوه بالمدينه وهيك، بس بالمحافظات اللي بعدها محافظه على عاداتها وتقاليدها. الحايك اجى من اسم من فعل حاكة يحيكو، يعني يصمم يبتكر يخيط. في نقاش كثير كبير حوالين انه الحايك هو من وين، من المغرب او من الجزائر. هذا النقاش له سنين كثير طويله، كل بلد بتقول انه هو لها بالاساس، بس ما قدرنا نوصل لنتيجه فعليه هو لمين. المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي يقول: مثل البرنس الذي لبسه جدي، الحايك هو لباس تقليدي جزائري لبسته أمي وأمهات الجزائريين بكل أنواعه في العاصمة وشرق البلاد وغربها. هو ليس مجرد لباس تقليدي أصيل، بل أحد رموز الهوية الوطنية والحشمة والعفة والشرف كانت تخفي تحته المجاهدات، القنابل والأسلحة. الأصل جزائري والباقي تقليد. الصحف الجزائرية انتقدت هذه المسيرة تحديدا. دعونا نأخذكم إلى ما كتبته جريدة الشروق. استنكرت خروج المسيرة النسائية بالزي وقالت أن الحايك الذي ارتدته المغربيات هو حايك جزائري، ووصفت الواقعة بأنها سرقة على حد تعبير الصحيفة. بالطبع لم يتوقف الأمر عند الصحف ولكن انتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي. هنا إلياس أمير يكتب:
الحايك الجزائري دين واحتشام أكثر من مجرد لباس تراثي، ومهما حاول الموروك سرقته فلن يستطيعوا. الحايك الجزائري محفوظ عندنا في الأغاني والفيديوهات القديمة والرسومات الجزائرية، عمره من عمر الإسلام في الجزائر. يكتب هشام في هذه التدوينة: الحايك كان يصنع في فاس ويصدر إلى الجزائر، راكم غير الجبدو عليكم الصداع، يعني جبتوا عن راسكم الوجع كما يقولون. ولكن كل هذا الضجيج الذي تفعلونه فإنه من صالح المغرب، أنتم تكتبون الهاشتاغات ونحن نأتي بالدليل القاطع الذي لا غبار عليه. أما هنا علي بركينا: ما لا يدركه الجيل مع الأسف هو أنه شعب واحد يتقاسم نفس العادات والتقاليد والأعراف والثقافة والتاريخ، فرقته الحدود المفتعلة بل المصالح الشخصية للأنظمة الحاكمة. وبعد ما شفنا الفيديو الجميل ده اللي بيتكلم عن الجزائر وقد إيه بلد الجزائر دي بلد عظيمة، وقد إيه بلد الجزائر دي بلد رائعة، وقد إيه بلد الجزائر دي بلد لازم على كل مسلم وعربي إن يفخر إن فيه بلد عربي ومسلمة بالطريقة دي، بجد يا جماعة أنا مش لاقي كلام أقوله أوصف بيه سعادتي وفخري واعتزازي ببلد الجزائر. أنا بجد فخور إن في بلد عربي ومسلم اسمها الجزائر، ويا رب دايما يوفق كل المسلمين والعرب، ويا رب دايما يعلم من شأن المسلمين والعرب. أنا في نهاية الفيديو أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، لو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.